ما هو أو ما هي الأسباب التي جعلت من هذا الاتفاق مثار جدل ولغط كثير لدى الوسط أو في الشارع السوداني وتحديدا في الشرق؟ نعم، كما ذكر ضيفك الكريم، طبعا هذا المسار يعني هو أثار كثير من الجدل والخلافات يعني منذ أن ظهر إلى حيز الوجود، ولكن للأسف أن الخلاف حول اتفاق مسار الشرق لم يكن خلاف حول جوهر الاتفاق أو ما جاء في بنود هذا الاتفاق، وإنما فقط انحصر الخلاف أو الرفض لهذا المسار بسبب الموقرون على أو بسبب الذين وقعوا على هذا الاتفاق، أي رفض الأطراف التي وقعت هذا الاتفاق. وأعتقد أن هذه النظرة الضيقة أضاعت كثير من الفرص لتبين أو معرفة بقية التفاصيل التي جاءت أو وردت في هذا الاتفاق، فبالتالي قبل أن يرى هذا الاتفاق النور وجد معارضة كبيرة جدا جدا، يعني لا أعتقد أنها من باب النضج السياسي أو من باب الحرص على حلحلة قضايا شرق السودان، كان يجب أن يكون هذا الرفض بهذه القوة بهذا العنف.